طبعا احنا دا قاعد نحكي بيها هسه الان نريد نوصله اللي هو شلون احنا نغير واقع حالنا بتغيير الاشخاص اللي موجودين في قبة البرلمان وبناء دولة مؤسسات حقيقية عن طريق صندوق الاقتراع او الصندوق الانتخابي في المرحلة القادمة. بيننا وبين الانتخابات 92 يوم. اما نكون تكون هذه الرجال التي وقفت في عام 2006 و2007 والى الان وهذه الشخوص الابطال الذين اليوم موجودين الان او لا نكون. النقطة الأخرى مناطقنا اللي محيطة في جنوب بغداد الآن هي مناطق زراعية بالمجمل، مناطق زراعية ولا يتوفر فيها ماء لسقي المزروعات. هذه المشاكل اليوم اللي احنا انا سأقدم المشاكل كلها وبعد ذلك مدة قليلة بريد نطول عليكم الحلول. هذه المشاكل اللي موجودة اليوم ماء كهرباء وغيرها من المشاكل الأخرى ما تتغير ولا راح تتغير إلا بتشريع قوانين حقيقية من داخل البرلمان، وما تشرع هذه القوانين إلا بمشاركة حقيقية من الجماهير المتمثلة بحضراتكم واختيار الشخوص والأشخاص الحقيقيين الذين يمثلون واقع هذا المجتمع أو شريحة المجتمع اللي موجودة منهم. من نعد الاقتصاد، الكهرباء، الماء، الصحة والجيش، كل هذه المؤسسات بحاجة إلى بناء حقيقي، كل هذه المؤسسات محتاجة إلى تغيير حقيقي. ما لمسنا هذا الموضوع إلا بعد جلسات مستمرة مع الشيخ خميس الخنجر كرئيس تحالف عزن والأخ محمد الكربولي القيادي الأول في تحالف عزن، ووجدنا لديهم الحلول الحقيقية لهذه المشاكل في المرحلة القادمة. بعد ما لقينا هذه الحلول توكلنا على الله ومساعدتكم إن شاء الله، وعقدنا العزم مع تحالف عزم، وإن شاء الله عازمين بيكم وبالله سبحانه وتعالى. أختم كلامي بذكر آية من الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الكلمات البسيطة التي أحاول أن أوصلها لكم جميعا، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعوها جيدا. لن يكون تغيير ولن يحصل تغيير إلا بحالة واحدة. 92 يوم صندوق الاقتراع اختار الشخص المناسب في سبيل يوفر حياة كريمة للناس، الحياة الكريمة عن طريق تشريع القوانين، هذا القصد. بعد هذه الكلمات القليلة البسيطة أوجه شكري مرة أخرى إلى جنابكم الكريم ولحضوركم الرائع الراقي، شيوخنا الأعزاء، عمامي الأكارم. طبعا يعني اليوم الفرحة اللي بصدري الله سبحانه وتعالى يعلم بها، لأن شفت ناس كأنما اليوم أنا شايف والدي بعد 14 سنة حقيقة. أتمنى من جنابكم أنه تتحملونه وتحملتونه هواي، لكن عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل بهذا التأخير كل الخير بإذن الله. أترك الكلمة الآن للأخ العزيز عضو لجنة الأمن والدفاع النائب محمد الكربولي ليطلعكم على مستجدات الساحة السياسية بالمرحلة القادمة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشايخنا، وجهاءنا، شبابنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يشرفني ويسعدني أن أكون جزء من هذا المؤتمر، جزء من هذا التجمع لمناصرة والوقوف مع أخي الشيخ حافظ، اللي حقيقة الكل يعلم هو ترك يمكن وظيفته اللي هو ضابط بالجيش العراقي ومعلم، واعتقد كثير من الشباب لو يتهيأ لهذه الفرصة ممكن ما يعوفها ابدا. لكن نبدأ وابدأ من حيث ما انتهى الاخ العزيز
المستقبل بعد الله وبعد مشايخنا ووجهائنا هو للشباب. ممكن أني أختلف كثير مع السياسيين اللي موجودين. السياسة هي عملية تغيير واقع الحال ومستقبل البلد من شيء إلى آخر، وليس السياسة بين قوسين تعمل على تبليط أو محولة أو شارع بين قوسين. نعم ممكن هذه الأمور يحتاجها المواطن، لكن هذا هو شغل التنفيذي وليس شغل التشريعي. لكن من يعمل هذا العمل حقيقة هو يعمل لأجل الانتخابات، وما خلقنا لكي نعمل انتخابات، بل إحنا سياسيين ويجب أن يكون لدينا فكر، ويجب أن يكون لدينا منطق، ويجب أن يكون لدينا تنظيمات سياسية على مود نقدر نغير واقع الحال. أنا ممكن أكثر واحد زائر بغداد ومفتر في حزام بغداد وفي داخل بغداد، وحقيقة كل المشاكل اللي موجودة فيها الرجب هي نفسها بالطارمية ونفسها في أبو غريب ونفسها باليوسفية وصدر اليوسفية، بل كل مناطق حتى في داخل بغداد. ليش أكو مناطق مخدومة وأكو مناطق ما مخدومة؟ المنطقة المخدومة مشايخنا وجهائنا شبابنا بسبب العمل السياسي اللي موجود في هذه المنطقة. لذلك أنا دائما أقول نحصن المناطق سياسيا، هي مو دعوة لأن تنتمي إلى حزب، لكن هي دعوة أن تشارك بالعمل السياسي وأن تطرح نفسك كفكر سياسي في هذه المنطقة. إذا أريد نستذكر الماضي القريب عندما ظهرت القاعدة في هذه المناطق، أنا كنت لا أعلم أبو حافظ من هو من أول الناس اللي قاتلوا ضد تنظيم القاعدة، والمأساة اللي تلقاها الشهيد البطل كلكم تعرفوها أكثر من عندي وعايشيها، لكن كانت الصحوة حاضرة في ذاك الوقت واستطاعت أن تطرد هذا التنظيم الإرهابي. وبعد أن طردت القاعدة ظهرت أن تنظيم داعش، وبعد داعش الميليشيات والسلاح المنفلت، وبعد الميليشيات والسلاح المنفلت أجلكم الله الحبوب والكبسلة، كلها على الشباب، لأن الشاب هو النواة الأساسية بل الأصلية في بناء المجتمع، لأن هو جزء من عائلة والعائلة هي جزء من مجتمع. لذلك حرصنا أن يكون لدينا فكر سياسي شاب لنغير واقع الحال الشباب ونرسم المستقبل سوية. لا تعتقد أن دول الجوار هي من تعمل على رسم مستقبلنا بين قوسين، كل الدول اللي موجودة كانت صديقة أو عدوة هي تعمل من أجل مصالحها السياسية والمصالح الاقتصادية. وأنا أعتقد اليوم أصبح من الواجب علينا أن ندرك الفهم السياسي بعد أكثر من 17 سنة من التهميش والإقصاء وعدم الخدمات وعدم وجود الأمن. حتى الأمن في بعض المناطق لا يزال هش، وفي يوم وآخر نسمع هنالك خروقات من تنظيم داعش في تلك المنطقة أو هنا أو هناك. لكن اليوم العمل السياسي يقتصر على الفهم السياسي للجمهور. الصوت هو غالي، وهذا جمعتنا حقيقة هي ممكن للسيد حافظ ممكن انتخابيا، لكن أنا بالنسبة لي أعتقد هي سياسيا فرصة أن نعمل سياسة وأن نكون جزء من تنظيمات سياسية تعمل من أجل هذه المنطقة. أريد أن أذكر بكثير من المناطق اللي لا تزال محررة ولكن لا تزال أهلها ما راجعين، والحاضر الغائب هي جرف الصخر، بها تبليط وبها محولات وبها مركز شرطة وبها مدارس، لكن ما قدرت تنفعها أي شيء عندما تم ترحيلهم أو تهجيرهم بحجج كثيرة، وأحد هذه الحجج بأن هي خاصرة للإرهاب. نعم ممكن بها، احنا لا نزكي أحد أبدا، ولسنا مع الإرهاب ولسنا مع أي شخص قتل وضرب القوات الأمنية والقوات المحتلة، ولو الدين مالتنا يقول قاتلوهم فإنهم محتلون. لكن اليوم العوائل أكثر من 100,000 نسمة هم موجودين حاليا مجرد أنهم من أهالي جرف الصخر، وهذه القضايا بالنسبة لنا احنا مهمة، عودة النازحين، التوازن الوطني، المعتقلين، واعتقد ماكو بيت في هذه المنطقة ما عندها معتقلة وعندها مأساة. التبليط ما راح يرجع ولدنا ولا راح يفرج عنهم أبدا،
والمحولة اللي نحطها هم ما راح ترجعهم. إخوان حقيقة إن صح التعبير في حزام بغداد هنالك مأساة كبيرة، ولا تقتصر في التبليط. لو كانت هنالك سياسة في هذه المناطق أنا أعتقد التبليط يجي ليمك ويوصل ليمك والمحاولة توصل ليمك، لكن غياب الوعي السياسي هو من يخليك أبو الأمانة بين قوسين يتعاقل علينا، وأبو التبليط ما يجي بلطنا، وأبو المي من وراء خشمه، وأبو الكهرباء ما يباوى علينا. لأن أصبح العمل بالعراق هو عمل سياسي بحت، لأن النظام السياسي أو النظام البرلماني اللي إحنا نعيش به هو تعريف عبارة عن كتلة من الأحزاب أو مجموعة من الأحزاب تجتمع في داخل قبة البرلمان لتشكل الحكومة بين قوسين. الصراع على الحكومة والصراع مع البقاء والصراع للأقوى مع الأسف أصبح في بلدنا. نعم أنا جزء من عملية سياسية، لكن عندما أقارن بغداد في محافظة الأنبار أعتقد هنالك فرق كبير. نحن من عملنا على تغيير واقع الأنبار سياسيا، ممكن أنا ما صرت محافظ، السيد الحلبوسي وصار محافظ، لكن أنا عملت على إيصال السيد الحلبوسي إلى المحافظ وإيصال إلى رئاسة البرلمان. هي أدوات، والأدوات عندما تستعمل سياسيا تستطيع أن تنفذ أهدافك اللي أنت تحطها. ما أعتقد اليوم شاب بدون هدف يقدر يوصل إلى مبتغى. دائما الشباب وأنا أعرف شنو في جعبتهم، أي شاب اليوم من يتخرج مو حلو يقعد يم أهله أو يقعد يم أبوه، أن يكون عنده مستقبل، أن يكون عنده وطني حامي، أن يكون عنده بيت وعائلة. هذه كلها هي بالأخير خلينا نقول أحلام وردية أصبحت في بلدي. لكن اليوم من نذهب بين الأنبار ونشوف عملية الإعمار عبارة عن شباب قمنا في هذا العمل، ولا جبنا خريجين من برا، ولا جبنا مستشارين، ولا جبنا فلوس أكثر من المحافظات المخصصة لنا، لكن كانت هنالك نية في أن نعقد اتفاقا سياسيا مع كل الكتل السياسية أن نذهب في إعادة إعمار الأنبار ونرجع الأمل مرة أخرى إلى هذه المحافظة بعد أكثر من 4 سنوات من تهجير وإقصاء وتنظيم داعش اللي موجود فيها. أنا أتمنى أن نتكاتف أولا العمل على نصرة الأخ حافظ، وأتمنى أن نعمل سياسة في هذه المنطقة، ولا تغركم يعني واحد يصعد نائب، أنا أخوكم وأوقف وياكم والله العظيم ومستعد من الصبح ليلة أشتغل معكم، أشتغل خادم عندكم، لكن ثقوا واعتقدوا أنا ناصح لكم. أنا يمكن السياسي اللي وحيد عاف محافظة الأنبار وتحديدا القائم، أنا جاي من القائم مباشرة هنا، تأخرت عليكم وأعتذر لأن الطريق كلش كبير ومسافة بعيدة، وكنت يعني حريص أن أكون في هذا التجمع، وأكثر من يمكن 550 كيلو قطعناها على مود أصل وأكون جزء فعال في هذا المؤتمر لنصرة الأخ حافظ والوقوف معه، ليس انتخابيا، لأن أنا أعتقد كل الأحزاب اشتغلت ما بعد 2003 وخاصة في بغداد وحزامها تشتغل عملية انتخابية، والعملية الانتخابية هي عبارة عن فترة وجيزة، يظهر الحزب في وقت 3 أشهر 4 أشهر، ومن ثم بعد الانتخابات مثل ما يقول يسد تليفونه ويسد مقراته ويعوفك ويروح. فأصبحت الأحزاب مكروهة، نعم الأحزاب مكروهة لكن عندها جمهور بين قوسين. اليوم إذا احنا ما نطلع فجمهور الأحزاب هو راح يطلع، لذلك من تقول ما أغير، نعم ما تغير، لأن الأحزاب تمتلك أكثر من 25% من الجمهور الانتخابي، وال75 هي اللي موجودة للشعب، والشعب ما يقبل أن يطلع للانتخابات. صار عندنا شباب. نعم. وحقيقة لا. أي تمام. وحقيقة كثير من السياسيين يعولون عن عدم خروج الناس اللي ما عندها انتماءات سياسية، وهذا راح يغير واقع الحال. اليوم إذا أصبحت المناطق دوائر متعددة، ولا ننسى تشرينيين اللي هم حقيقة شباب خرجوا من أجل مستقبل العراق، خرجوا من أجل أن يصل صوت العراق ويرجع العراق إلى الهوية الوطنية. بعد 2003 أصبحت الهوية العراقية أو الهوية الوطنية ساكنة
وذهبنا إلى الهويات الفرعية، سني وشيعي وكردي وأقليات. شباب تشرين أرادوا أن يعيدوا إلى المربع الأول اللي هو بين قوسين العراق بهويته بشعبه بجمهوره بشبابه، لكن انتم عرفتوا اللي صار، عملية اختتاق قتل وخطف وترهيب، ومن ثم استطاعوا أن يغير مجرى العملية السياسية. نعم، لولا تشرينيين لبقى سانت ليغو والقائمة الأكبر، وتطلع ما تطلع بالأخير هي القائمة الكبيرة تأكل القائمة الصغيرة، وكأنما يا أبو زياد ما أبو زياد. لكن اليوم اللي دا يصير هنالك دوائر متعددة، وأعلى الأصوات هو اللي راح يفوز بين قوسين. فهذه هي فرصة لزج دماء جديدة، ونحن بعزم، يعني كان فكرتنا أن يكون اللي موجودين هم من الدماء الجديدة، هؤلاء اللي عندهم مستقبل وعندهم ماضي مشرف وسمعتهم جيدة. والأخ حافظ كان أحد الاختيارات لتحالف عزم أن يخوض في هذه الدائرة 14، وسوف يكون مدعوم من جنابنا ومن الشيخ خميس ومن كل التحالف ومن الشباب والرابطة وأيضا التنظيمات اللي موجودة. وأنا أشكركم حقيقة وآسف على الإطالة، وأكرر أسفي مرة أخرى عن التأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.